طبعا ساعات بيبقى في تقاطع بين حاجتين، فمحتاجين واحدة فيهم تنزل عشان تتفادى التانية. فلو احنا شغالين بريفت عادي بنقدر احنا نطلع قبل وبعد، وبتاخد وقت كتير قوي، وغالبا بناخد سيكشن ونبدأ نعمل، بتاخد وقت كتير قوي عشان تعمل الموضوع ده. هنا في الماجيك كاد مديك أداة اسمها فيرتيكال كروسنج أو مالتي فيرتيكال كروسنج أو هوريزونتال كروسنج. هي نفس الفكرة، أنت مثلا عندك في أي تقاطع أرض، فبيقول لك اختار أول نقطة أهيت، اختار النقطة التانية بالشكل دوت أهوت، سيلكت ألاينمنت بوينت، وبعد كده بقى هتبدأ بقى تختار الزاوية اللي أنت عايزها. تمام، هنا بقى المفروض إن ده الأوفست بتاعك، ممكن تختار أي أنجل أو حتى تكتب الأنجل اللي أنت عايزها، هو هيبدأ يعملها لك بالشكل دوت. اوكي، فهو على طول يبدأ يعمل لك النزول بتاعك بالشكل ده. وبرضه ممكن لو انت عايز تعمل فيرتيكال، لو انت عندك مالتي فيرتيكال كروسنج في اكتر من حاجه عايز تتفادى، او عندك هوريزونتال كروسنج تقدر ان انت تختار. فهو بيديك تولز وادوات عشان تعمل كوردينيشن، تمام، بتسهل عليك الشغل، مش موجوده في الريفت العادي، لكن هو عامل لك باكج بيحل لك المشاكل اللي بتواجهك اثناء الشغل. نفس الكلام برضو لو رحت للبايبنج، هتلاقي برضو فيرتيكال كروسنج لو انت عايز تعمل في قلب البايبنج حاجه زي كده اهوت. هيبدا يقول لك حدد المسافات قد ايه، تمام، بحيث ان هو يبدا ينزل او يطلع حسب ما انت عايز. ونفس الكلام برضو في الالكتريكال، هتلاقي في الكيبل تري نفس القصه.